شي حاجه اللي يعني ما تكون اكيده من هاد الايامات، ما حتى شقات هاد الخبار، ما حاجه اللي كاينه تكون صحيحه ما بينيش. بعد هذيك الهضره ديال نهار الاثنين، اختي ديالي راه دابا سميتها اميمه بو معيس، مشات دابا شهر باش مشيت الحد اخر مره هضرت معاها هي الحد، ودابا 5 ايام تقطعت الهضره، تقطع كلشي مني وقع هادشي ديال الزنزان. انا ما تنتحباش في ديك المدينه اصلا، كاع كنت بارده ما مسوقاش حتى نهار الثلاث، عاد شعلت في قال عافيه. نهار الاربعاء عذبو صونات ليا واحد وحده، قالت لي راه جبدوني من تحت الارض، البركه في روسكم. هادي نهار الاربعاء قالت لي، شويه عقبت قالت لي لا حنا راه باقيين تنجبدو فيهم، شويه السكته قالت لي لا راه باقا حيه واحد الدريه جيهين. ايوا الساعة بقات حاجه ما كاين، اما اختي تليفونها راه باقي الدرق مشاعل تحير تنصوني الان درك، كل واحد تيقول لك كلمه، شي تيقول لك باقا ما جبدناهاش من التحت، شي تيقول لك الدرقه راه جيهين راه في الانعاش. حتى البارح صيفطوا لي تصويرتها، صيفطوا لي واحد الاوديوات ديال الجيهان، التصويره ديال الدرقه جيهان بحال مضروبه بحال راه بحال تحت الارض بحال مظلمه، والاوديوات تتغوت عتقوني عتقوني، تتعقد اميمه صحاباتي ماتوا. هادي هي الاوديوات اللي سمعت من البارح لليوم، وتنطلب انا بغيت نعرف اختي واش حيه ولا ميته. كانت حيه بغيت نشوفها، كانت ميته بغيت نشوفها، هادشي اللي كاين. كل واحد كل مره واحد شي يقول لي والله ما عييت، عييت نتايقه شكون نتايق، واحد نتايقه شكون، مرات يقولوا لك راه كاين ما كاين، تلفت الان باقا تعرف الدرك ما عنديش. بقات عندي دابا تواصل وحده تنقبصوني ليا، ما بقيتش ديما لحد بالليل مع الوحده تقطعت الهضره بيني وبينها. من تم مني وقعت هاد الواقعه لها مشات هي ودريات خدامين، قالك باغيني نخدمو، قالك قرب رمضان يجيو. هادي هي الهضره اللي كاينه، هي اللي معاونانا وحنا راه بعد بحدنا، منا ميته حنا اللي كاينين. عندها واحد البنيه صغيره مشات زعما قالت لك غندير مستقبل لبنتي، لا هي لا مستقبل لا هي اللي جات، باقا هي اصلا صغيره، اختي باقا صغيره بيديها باقا صغيره، شكون عمرها 25 ولا شافتني قرا قرا، وما نظنش هي تشوفني وتخليني بحالكم، ما يمكنش اختي اختي. ولا كانت واخا تكون طلب التليفون وتصوني ليا وتقول ليا شنو كاين، ما يمكنش وتتسبقني انا الاولى، وتتبغي تنعس تتصيفط لك واخا عادي كسيسي، قلت لها عاد بغيت تنعس صيفطها لك نعرفك اشنو كاين. من نهار الحد مع الوحده تحت لي من تما من تم ما عرفتش شنو واقع. من ديك الوقيته من تما من كلمه ديال كلمه اختي حبيبه، من تما ما بقيت سمعت صوتها لدرك لدرك لدرك، وكل واحد تيقول لك كلمه والله. تبطل بنتي بغيت نشوفها كي ميتة كي حية، أنا راه تحركت عليها وبغيت نشوفها، وبغيت ضروري نشوفها، كون كانت شي حاجة كون مشينا نجبدها بيديا، نطير كون كان عندي جنحان نطير ونمشي ونجبدها، نحفر عليها عا باش نشوفها ويبرد ليا الخاطر ديالي يبرد، بعد باقي ما شتهاش القلب ديالي راه شاعل فيه العافيه من جهتها. سمعت زنزه في تركيا وما تيقتش، وعدت عاد تيقت في الاخبار ملي الاخبار قالوها، مع ديك الساعه كنت طرت تزلت ما كون ونحفر عليها ونحفر على كاع دوك المسلمين ونجبدهم، انا
نقدر نغامر براسي ونجبد ونحفر باش نجبدها ونشوفها باش نبرد الكبده ديالي تبرد. ما عرفتهاش انا ياش ميته ولا حيه، انا كل عرفت انا ما عرفتش انا ياش ميته واش حيه. المهم شي تيقول لك مات، شي تيقول لك راه باقا تحت الردم، وما عرفت انا ياش ماتت واش حيه واش. المهم باقي ياش في السبيطارات واش ما فهمش باقي على كل واش تيقول. تنطلب مسؤولين عاي يجيبوها لينا عاي نشوفوها عاي يوريوها لينا عاي يصوروها ويوريوها لينا ولا يجيبوها وكاع عندنا. حنا ما كرهناش تجي عندنا وندفنوها بيدينا باش تبرد لينا هاد القلب. هذيك الهضره ديال نهار الاثنين، هذيك الصوره ديال نهار الاثنين، ومن الاثنين لهنا راه علم لله، راه الله اللي تيعلم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.